بثلاث مكونات. اول شيء عندي هنا مويه، طبعا المويه يكون دافي. اضفت كوبين مويه، وهنا عندي ملعقه صغيره ملح. الان ابدا انزل الطحين بالتدريج، طبعا بدون خميره او اي محسنات او اي شيء ثاني، بس مويه وملح وطحين. هذا القوام اللي نحتاجه، نشوف كيف تكون لينة متماسكة. الآن نغمرها بمقدار ربع كوب زيت، نلمها ونغطيها تقريبا نص ساعة ساعة، كل ما طولت كانت أفضل. أنا راح أتركها تقريبا ربع ساعة، نص ساعة راح أخليها نص ساعة، وإن شاء الله نرجع لها. بعد نص ساعة قطعتها كذا قطع صغيرة، حطيتها بين زيت. الآن خلاص تكون جاهزة إن نشكلها. نبدأ ناخذ كل قطعة ونفردها باليد. طبعا استمر كذا في الفرد حتى تصير معنا شفافة وخفيفة بالمرة. نحاول نفردها بقدر المستطاع حتى تكون معانا شفافة. خلاص هنا خلط نص كوب زيت مع ملعقتين طحين وملعقتين نشا. نبدأ نقطع العجينة بهذا الشكل.
بس نرجع نغطيها ترتاح، نسوي كل القطع نفس الطريقة. خلاص بعد ما خلصنا كل القطع نبدأ بأول قطعة فردناها. الآن نبدأ نفردها بهذه الطريقة. طبعا ممكن تدهنوها بزيت تدخلوها الفرن او القلاية الهوائية، لكن انا راح اخبزها في الطاوة اسرع واسهل. خلاص كيف استوى، نكرر الطريقة مع كل القطع. أكيد جباحي لازم يكون معاه كرك. كذا سوينا خبز الجباتي، شوفوا الطريقة سهلة نفس الوقت لذيذة. أول ما تنزلوا من على النار غطوه، شوفوا كيف. شوفوا الطبقات، هات الكرك يا عيني هات الكرك.